إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من دوار أغبران جراء هذا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز. أيام متواصلة يواصلها الشعب المغربي حملات تضامنية وصفت بالأكبر مع ضحايا الزلزال الذي خلف وراءه آلاف القتلى والجرحى. ثقافات المغاربة والتضامن ديالهم عطات واحد الرسالة للعالم اللي بينوا المغاربة في مختلف أشكال التضامنية في الثقافة ديالهم الإنسانية ثم التلقائية والعفوية اللي خلوا العالم كامل كيتكلم على تضامن الشعب المغربي. جهود متواصلة للمغرب بالقيادة الرشيدة صاحب الجلالة نصره الله، وجهود الإنقاذ مستمرة والمساعدات قادمة من مختلف المملكة، فتحية للشعب المغربي اللي أعطى واحد الرسالة للعالم والتي وصفت بالأكبر، لأن المغرب بلد متعدد في المكونات دياله القومية واللغوية والثقافية، وكيتميز بواحد الموروث التقاليد من جيل إلى آخر. وأنا أفتخر وأعتز بالشعب المغربي اللي كيبين الشعبية ديالو جراء هذا الزلزال. فالحمد لله على استجابة السلطات العمومية لحل مشكل الخيام بالأسر اللي كيعبروا على الارتياح ديالهم بالمتابعة للدراسة ديالهم في ظروف آمنة. منساوش الشكر والتقدير للعناصر ديال الوقاية المدنية على كل المجهودات والكلمات اللي قد ما توفيهمش الحق ديالهم اللي ما قدموه من الإنجازات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الأوطان والمواطنين. فقد أكرمنا الله بمثل هؤلاء الأبطال لتكون أيديهم ممدودة لعون المحتاجين، والشكر والثناء لعناصر الوقاية المدنية بعدما تلقيناهم بالصدفة اللي جاوا من المدينة ديال سلا. والشكر لهم والشكر لكم أيها الأبطال، فالقلوب ديالكم قوية وشجاعتكم مخلصة في العمل. إذن متابعينا الكرام نخليكم مع إمام المسجد اللي غادي يوضح لكم المأساة اللي حضر لها وشافها بعينيه. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم الكامل محمد عبد الله، فقيه إمام ومسجد دوار أغبران. الكارثة اللي وقعت في بنسي العشرة ولا العشرة ونص قديمة والوحداش جديدة تقريبا. أنا جاي شدتني هاد الصاعقة حدا الجمعة وطاح علينا الخشاب والناس تردموا تما، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. منين كنت جاي الفقيه؟ أنا جاي عند نسابي طلعت وديك الكارثة شدت، وهذا الشيء جاء هذا الشيء العافية. حنا أربعة الأشخاص في الدوار اللي شافين هذا الشيء بأم العين، حنا شفنا هذا الشيء، شفنا العافية، الله شاهد على ما أقول. حنا شفنا العافية تبعتنا من هنا وضربتنا هاد الصاعقة والناس تكرفسوا. هذا باش الوفاة اللي توفوا، الناس اللي توفوا 13 حالة منهم جوج عيالات راه ماتوا مساكنة، راه عندهم الصبيان في الكرش ديالهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحمد لله راه رجال الأمن طلعوا والمحسنين والناس الصحافة الله يجازيهم بخير كلشي طالعين، والمحسنين تعاونوا معنا. ها طلب اللي تنطلبوا حنا الله يجازيكم بخير، المسؤولين الله يجازيكم بخير. تنطلبوا دابا ها السكن فين نسكنوا دابا الله يجازيكم بخير. أما الماكلة راه كاين اعتذار المحسنين. هنا راه معروف اقليم منطقه الحوز راه معروفه بالثلج، تيكون فيها الثلج، تيكون فيها البرد بزاف. راه الناس اي واحد سولتي على اقليم ديال الحوز تيقول لك اودي تما راه معروف بالثلج والبرد. منطقه وهي منطقه سياحيه. الله يجازيكم بخير المحسنين والناس السلطات اللي تسمعونا والمسؤولين وجلاله الملك صلى الله تبارك وتعالى ان يشفيه شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. الله يجازيه بخير كيتعاونوا معنا. ها بالضيور هالبني بغينا هالبني الله يجازيكم بخير. اما الماكله الحمد لله راه كاينه، الماء راه كاين، ملي ضرب هاد المريض ضربات هاد الصاعقه راه الحمد لله راه العيون تحياو. وواحد الشكر غنوصلوا للسلطات المحليه، وثاني حاجه غنشكروا الصحافه لان الصحافه هما اللي تيوصلوا الصوت ديالنا، هما اللي تيشجعونا، هما اللي تيوصلوا الواقع ديالنا والحالات ديالنا. والمحسنين تاهما الله يجازيهم بخير، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام بالنسبه لعائله السي الفقيه، هنا العائلات المتضرره بحال واحد السيده. بالنسبه للعائلات المتضرره كامل المضرورين. بالنسبه دابا تاسفت هنا، تاسفت راه جوج دواوير اللي واكلين بزاف. هاد الدوار وواحد الدوار هنا الاخر هما اللي ماتوا فيهم الارواح بزاف، هنا فيهم العائلات بزاف.
الناس توفى واحد الراجل ومرتو وجوج بنياتو ومرتو ومرت ولدو، واحد السيد حتى هو راه جبدناه حتى لهنا عاد توفى لينا، وواحد السيده اخرى هي واحد الدري واحد الصبي كان تيقرا عندي في الجامع وعنده سبعه الاحزاب تبارك الله، عنده سبعه الاحزاب تبارك الله، والدري قراي اللهم بارك. ماشي عندي الفيديوهات ديالي الا مطلوبين الفيديوهات ديال الفيديوهات ديال الدري، عندي الفيديوهات ديالو ديالو باش تيجمود وباش تيقرا وكذا، وصلى الله تبارك وتعالى على محمد وعلى اله ورحمته. السيد الفرج من تحت واحد الدريه راه هي عظيمه جات من الدار البيضاء، هي والديها ساكنين هنا، حتى هي مسكينه توفات وجبدناها الحاله الاخيره اللي جبدناها جبدناها قبل المغرب. واحد الدريه عصبيه حتى هي اللي كتقرا عندها اربعه الاحزاب مسكينه، واحد السيده سميتها سميه الحيان ملي جبدناها بابا وشاف على ما لقيناها كتوضا، لقيناها جالسه في الكرسي كتوضا وحتى الصيله ديال الوضوء، وهذا الشيء كلشي الناس ديال الدوار شافوا. نسال الله تبارك وتعالى ان يتغمضهم بواسع رحمته. اللهم يا ربي ابدل لهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم يا ارحم الراحمين رب العالمين. اللهم يا ربي نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يا ربي انك على كل شيء قدير. اللهم يا ربي ثبت جوابهم عند السؤال، اللهم ثبت جوابهم عند السؤال يا ارحم الراحمين رب العالمين. اللهم يا ربي قدس روحهم في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي كن لهم وليا ونصيرا ومعين وظهيرا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي ابدل لهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم يا ربي اجعل قبرهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعل قبورهم حفره من حفر النار يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وهذا ما نختم به الكلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.